هذا واحد في دبي. ها؟ الأسد. إيه. في دبي. حينة؟ إيه. أنت بتصير ويا دبي؟ إيه. دي شو المشكلة؟ بلاك مبارطة. مبارطة ما ليش؟ تبي تصير دبي؟ إيه. إن شاء الله. الملكية وين؟ لا عادي. بدون ملكية؟ دقيقة خالد بابي بي. أنا بروح المرور بيه بالملكية مالك. آه معه. تروح معاي؟ إيه. إن شاء الله. بنسوي؟ تريكت أنت؟ لا أنت ببيت. تريكت لو بعدك؟ لسه. زين ما في مشكلة. يا ريت رجالي تحت بارش عمري بقدرة ما وي. شوف شو سب قانون. ما بتكلم خلاص سيد بيك. إيه. شو؟ باباي بتسجلت أسد. ليش شريت موبايلي؟ لا تسجل مو شو تسجل شيء. عشان ما تأخر. إيه. يا ربيك بيك. ما بزعل ما بزعل شل شل برايك. خليني هذا؟ هذا اللي يأخرني أنا هذا اللي ما السناب هو اللي يأخرني. إي والله. دي اصبر. تبي تصير دبي أنت اليوم؟ إيه. بتبات ولا بترجع بسرعة؟ أجا بابا أخوه ها. شو هذا؟ ما أعرف. شو هذا أخوه تسوي على ثمك؟ يابانية بابا تشي. ما عرفت الكلام. زين يلا ترجعني تحت بيك. أنت ما بتحبني قبل ما تبه؟ Thank you. خير بابا ما أسي بابا. شو؟ سيد بابا. شو؟ نبعد بابا داخل نوان. لا لا بتي يوم الجمعة. وي وي صح. هي. أمكما. يوم الجمعة بتي. وها. نحيي ويا بسكارته. هي. ده. هي هي. باقل. لا حليل هاي صراحة. ترى جاي بيجيك. ده ما بيا بس سيد. بتشيل هذا بعد؟ منكم أفرق منكم أفلات. ما بيكلموني نفرات عسل يلا تريالي خمس دقايق بي اول بتشيل بثنينتين ايه ان شاء الله يلا حطهن على الشرج فل الشرج في فل حيلة شوف شوف اليمين ايه لا ما بفل حبيبي قاصر شوي وهذا نفس الشيء بثنينتين قاصرات حبيبي تريكت انت لو بعد اما ما عرفت اول تريق وياي ايه زي يلا صلاح Good morning صباح الخير تعال يلا يلا تعال وين الحبة وين Good morning يلا بعد بعد حوالي صبر صبر حوالي صلاح خير انت خير تريك ولا ترياني؟ لا سنام ويجوا معنا في فوق ولا شيء. يلا حبيبي يلا. تدري يوم شو قد شو ريوقنا؟ ما عارف. اليوم فاصوليا. عارف خبر. ايه لقمة وقرمة. ايه اليوم شو؟ ما قلت بقى. لا لقمة وقرمة. قرمة. لقمة؟ قرمة. وقرمة. ايه. يلا. مني مني. صباحكم هالشيء الفنان. تعالي. كم مرة قال لك هذا ليش مقطعته؟ تعالي تعالي كم هي؟ ليش مقطعت لنا هذا؟ هذا اوكي عرفنا يقطعون. هذا حد يقطف شيء قط؟ يول ايتت؟ نعم. اي شو هذا؟ This what what this is now what for for what we need it for throwing يعني؟ You happy like that؟ نعم. Yeah. This is the last time. صلاح قولها اخر مرة. اخر مرة هلا. قولها صلاح اخر مرة. لا لا خلينا. يا الله تعوك التليفون اللي تبكي التليفون. الله جاي هذا. دواركا. What's wrong with you? I'm the one cut it. I think it's nice. No, it's not nice. It's but not. I said to you from before. Yes. Okay. You are for, to have these two, you dye 20 pair, 20 flower. Yes. Hola. Yalla, yalla, yalla. Sorry. Okay, yalla. قال الحق هريس انه يسوي لي اليوم دياي مشواي دياي يعني بطريقه حب ضروري مشواي ابتكار يعني من عنده شو تعال شو اليوم يسوي تشيكن ها ها ستوب وات داز مين ستوب تشيكن ستوبينج ليج مشروم ها ستوبينج انسايد تشيكن انسايد ليج اند مشروم زين نو بروبلم يلا ثانك يو سوب وات از ات توداي سوب
ها؟ فلاورز. زين ثانك يو. ها شقيقي. Good morning. Good morning. Good morning, girls. Good morning. Good morning. هذا أبوي ريوق يا فاصولي حمراء مطبوخة عاده يسويها يسوي الحمسة وبزار وبص عادي على الله يحفظكم الطريقة الأولية اللي تحيدونها اللي هي قرمة ولقمة قرمة ولقمة أنت بعد صلاح قرمة ولقمة ولقمة ما تعرف الحين طالع أنا إيش قاعد أسوي قرمة ولقمة وأنت بسوي شراتي هاي طريقة اللقمة والقرمة ها سلاح طالع ها هذه لقمة أول بعدي زين ها هاي لقمة ها وراها على طول ها هم هذا هي نفس الشيء عشان ما تأكل خبز وايد جوا إيه وذي نشيل العين اللي داخل نحن عاد وين القرمة شوية عاد صغيرة أيوة صح رقم واحد صراحة لقمة وشو لقمة ندخل على اليوتيوب نروح البحث نكتب خالد الخالدي بالعربي أو بالإنجليزي بتلقطون مكتوب قناتي دقوا على قناتي نختار سبسكرايب أو متابعة بالعربي وندق على الجرس وبهالطريقة بيكونون انت بتكون انتو اشتركتوا في القناة تعرفين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله افتحي على القرطاسة واجد كثيرة يجي برا؟ yes. too much؟ yeah. ايوه هذا الله يحفظكم الفقع البارحي غسلنا وطلعنا بوي التراب اللي فيه هذا يسمونه المصير عاد هذا لازم يظهر ما خلنا ذريحته الله عليكم سبحانك يا رب هذا عاد ابوكم يبقى فوقه على هريفي لازم يكون هريفي صغيروني وينعقل بوي القطعة هذه تسوى قطعتين فقط تخير أو ثلاث بالكثير ويتسوى عليه بوي فوقه يا سلام شو بغادي وما يظهرونه اللحم اللحم يازم مدفون داخل بطن العيش العيش واللحم والفقع الزبيدي يازم روح داخل هذا من نوع اظني الخلاص ما بيظهرونه اللحم لا للحم تازم رابضة داخل العيش في النصيفة هي والفقع ضربة يعني وتمرس اللومية قبل ما ينعق العيش اللومية اليابسة شو يغدي يغدي يسمونه يغني يا ليل يبري العليل اللي طايح على ينبه العليل اللي طايح على ينبه يبرى ويغدي بخير وسهال ينقز على كراع من ياكل الفوقة اللي فيها الله يحفظكم الفقع وتكون مخدومة الفوقة على هريفي خريف خريف رضيع توه باد يقرض توه باد يقرض والحمتة تغدي شارات المسك ريحته ما ينحط لبزرات وايدة بس شوي ونت الويمية وكركمة شوي ونمليحة شي غدي لكم ينحط بزالك ما بوايد كمية بسيطة عسبت بيك ريحة الفقع داخل الفوقة little bit down up down hey this is for today every day you make for me broccoli فاصوليا لوبيا today this is make it only this sauté little bit salt pepper. black pepper olive oil little bit and chili flakes that's it thank you thank you كم يوم انتي رحتي اجازة صح holiday for one day صلاح before one day he said he will give you بخشيش تيته البوك السيارة بابا البوك في السيارة لا نحن متفقين قبلها بيوم تعطيها بخشيش حق يوم الاجازة ولا لا هي من يت how many month you are here one year almost one year this coming May 28 one year you take before holiday the first day كيف ما أعطيتها بخشيش؟ أول مرة تطلع إجازة. ليش ما أعطيتها؟ نسيت ما بقيت بتعطيها؟ نسيت. نسيت. تاني صلاة. متى الحول؟ إيه. الحول. سن next year. He will give you. Thank you. هي. إنزين. يلا تعال تياي خوزي. خوزي. شو تريد الحين تصلح من أسد؟ هذا بلود. الملكية. الملكية. إيه. ملكية حبيبي قلبي طشونا أونلاين.
سالك ما يحتاج اشتراك على اسمي هنا سيارة يمشي نيم مالي هنا. ومنو؟ سلام شو يبه؟ أريد أروح دبي كل يوم تدعنا عندنا نقول شو سوي داخل بيت اللي زادنا منا. صح الكلام هذا صراحة؟ إيه. تبي تسير دبي؟ إيه. بتباتله بتضوي؟ بيروح وبيجي بابا ما في. بسير بيت قوم مريم؟ إيه شو بعدين؟ بسير سلم على قوم مريم؟ إيه. بسير بيت قوم آمنة؟ آمنة إيه. آمنة أم يعقوب؟ إيه. شو رأيك؟ إيه. تقوم أهلي؟ هي إيه. إيه هناك الفلازي وهناك. خبز ومشاوى وهناك ابوي عندهم الرنقينه وكل شيء طيب ابوي عندهم كل شيء طيب فنان عندهم ويحبونك فوق هذا وكل فوق هذا كله بس الا ليت تدوروا لك حرمه لا بس اروح هناك ما تبى تعرس كذاب قلت انا كذابه ليش انت ليش اسوي عاد انت روع عليك يقصون ما تبع شو متروع انت شو تروع شو تقول لا اقول احمد هي اسم يعني مثل ما يوزنا احمد يوزك ايه انت الحرمه انت ليش يا صبر شو هذا شو بتسوي الحرمه انت شو بتسوي هذا اي تحمل تبي ترقد بترقد ما بترقد صلاح ما بترقد في الليل لا وايد تمواعي إيه؟ تحرسه إيه؟ تروع من انت هبنا شي خصني هي ما بترقد طول الليل إيه؟ بتهزم مركوز إيه؟ ليش بتروع انت يا الخواف يا الخواف يا الخواف وين الله وحين شو تبون متى تبون تسيرون متى تبى تسير صراحه بلوط شو بلوط هب مروط مرور مرود لا مرود. قول المرور اول قول مرور مرود المرور مرود مرود شو لا 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 قول اول شيء مرور مرود مرور هم عذبون لا تعرف مرود مرور مرور عارف مرود لا مرور مرود عجيب في بلد لسانك مربوط به بلد مرور ولوخي كلموني اهل العروس قالوا ابوي نحن ما بنيو الصلاح لين يقول كلمه مرور بارود لا مرور بارود الحين انت كلمه مرور ما عرفت وين بتعرف تعرس ثلاثيك ها بمقصها انت اي ها لازم انت ها لا لازم تقول الحين شو قول مرور بارود شرطة بارود شرطة المرور ايوه هب شرطة المرور شرطة المرور اعرف شرطة ها شرطة بارود اخ عليك يا صلاح اخ عليك قول شرطة المرور شرطة البارود بس كذا بس خلاص لا تكلمني ما اريد شرطة المرور شرطة بارود المرور بلوقي بلوقي انت حين هذا أدنى هذا كيس. هذا رجال يقول أنت ما يبتاع. أي دبل ما يبتاع. أربعة مال أنت يجي أتوني سيدا. إنزين. هو ما يكبر هو كريتنا. بعدين هو عارف أنت دبي. هو من دبي. أيوه. هو يقول له أربعة مال أنت من دبي. يدري بني أنا في دبي. أيوه. وياي هذا. أيوه. هذا أبوي هذا أعتقد. هذا هو داخلهم هالكري هالكريتين. افتح. افتح. هذا ابوي يعلمني هذا واحد وهذا واحد شو الثاني بعد داخله؟ هذا تحال بسرعه هذا فهمت نفس الشيء؟ نفس الشيء زين يلا في كوش ها؟ صراحه ترى يسلمون عليك هالعيمان كلهم وبالاخص المطاريش وبني شامس و منو بعد يا ربي متاخر لك سلام لا ما بقابوس قابوس عمان حبيبي الله يطول بعمره أيوة بعيد لا ما ببعيد يسلمون عليك بعد منو يا ربي عليكم صلاة ها حفيظ لجم لنا دل من هذه الحينة يلا بسرعة الحين اطحنها وين البيزات اعطيت حد بيزات اول عطنك من قبل يقول لك زين حفيظ سوها غليظة شوية ها يلا الحينة اوكي ان شاء الله
احنا فرات وايد يريدون يعرفون كيف نمونه يسوي انت عجين مال سمبوسة، كيف يقدر يسوي في ايدي ولا ما يقدر؟ يقدر بس يريد زيادة تهين. كيف؟ انا اسوي قياس هذا واحد قوت تهين. هي. ركب هذا واحد فنجان زيت وشوية ملح. هي. وقياس ماي. زين. ما تسوي عجين سمسم هذا فرات، سوي عجين ركب 10 دقيقة، بعدين سوي هذا هبس قياس كلامه. زين. واحد قوت يجي أربعة. وبعدين أربعة. وبعدين. بعدين ركب سايكورا أدهبوس سايه هذا نمونا سايس، بعدين ركب المراد إن أبوي عينة السمبوسة يبالها على الأقل إذا بسوي تصوير يبالها على الأقل ساعة ولا ساعة ونص بين العيان والرق والفرد والتقطيع، فهذا شيء متعب زيادة على اللزوم. تعرفين شو بنسوي؟ لازم يجي مصور محترف، هذا اللي يقص يسقر يسقر الفيديو أو يقصره، ما أعرف شو طريقته، لازم هيسوونه تصوير احترافي. هذا انا ما اعرف له تصوير الاحترافي، يعني اي مصور ويصور وقت العيان وقت القص وقت الرق في نفس الوقت، هذا ياخذ 3 ساعات، لكن هو المصور يسوي المونتاج ما ادري كيف ويصغره. هذا في الطبابيخ ما شاء الله اللي مثل سليمان القصار الله يحفظه يعرفون يسوون هالنمونه، هاي الطبابيخ الكبار يعرفون يسوون. انا ما بطباخ، انا هاوي، فالهاوي غير وراعي الترتيب غير، والطباخ الرسمي يختلف. انا ما اعرف اني او المصور الرسمي يعرف، انا ما اعرف اصور تصوير شيء بساعة خلي دقيقة، هذا سحر، هب سحر يبال انسان فاهم في هالامور، وانا ما اعرف لها ولا لي بارض لين هالكثر، يعني سمبو سبوي انا ما اعرف، ما في اصور. اتعذر الاول تقيت صدري وقلت اني بروم اصور، سالفة طويلة عريضة يبالها مقاييس ووقت وجهد ويبالها شغلة طويلة عريضة. إن لقط حد مصور ترى الحين بعدهم سايرين في العيان والتفرزين السمبوسة، يبالها بعدهم 20-25 يوم، يلا يلا يخلصون. شاعر حفيظ، كم حب أنت لازم تسوي رمضان كامل؟ رمضان كامل يرد 15,000. 15,000؟ أيوة. شو 15,000؟ حبة. أيوة. 15,000 حبة هي داهني لين آخر رمضان، لأن كل يوم تقريبا 500 كل يوم، ها؟ 500 و 450 كل يوم، فلذلك هو 15,000. الحين كم خلصتوا؟ 8,000. هي ياخذ أبوي وقت إن شاء الله، إذا لقيت مصور بنسقره بنخليه يصور الطريقة. وي انا ما بروم ما عارف ولا بخت عيني هاك اليوم حق عصيده، ابسط ما يكون نزلت يمكن 10 فيديوهات ومزرن السناب شات ومزرن ابوي الفيديوهات الانستغرام، ما شيء وقت، يعني مش انه ما شيء وقت، ما عارف طريقه التصوير، شيء كاميرا يسمونها احترافيه ما ارجلك، ما عارف استحملها، ما عارف استعملها ابدا. اظني برمس واحد مصور اسمه خالد من في العيد، خالد الظاهري اعتقد، عندي رقمه وبتخبره كان بيروم يسوي لي هالخدمه، لكن بيزات بتازم ابوي هذه، وانا ما شيء كالف ابوي ابذل بيزات، انا ما داني المصاريف اللي ما لها معنى. يا الله بركاته. عليكم ورحمه الله وبركاته. صلاح جيت تنزعني؟ قال لك انا بيك ان شاء الله، ايام ان شاء الله معدوده. زين بمر عليك بس ابغى اصير احطيك في المرسيدس، هي ابغاك توديني الكاسر وتوديني ابو ظبي تحفظ بي في المرسيدس مالك. زين الله يبارك لك فيه ويعطيك خير ويكفيك شره. يلا ابوي بنتلاقى وياك، مع السلامه. ناشي على الله يحفظكم من صباح الخير. هب صباح الخير يعني تقريبا من الساعه 8 او 7 ونص تميت متيلغ وتحلكت وتلبست وياني صلاح وسولفنا وتريقنا وصورنا متهايز الظهرة. عيل عندي شغل والله في المرور، وعندي شغل بعد أسوي قامة هذا مهير، مهير الله اسمه مهير، ترى ما بمح ميحد مهيد مهير اسمه المراد، متعايز والله ولا لي خاطر في الظهرة، يلس في الزراعة وعند العمال يركبون هالشيتات، شغلة تركب الشيتات روحها متعبة. ما وعيت الحين يا أبوي شوربة ويا بولي سوتيه الفقع،
فقلت في خاطري ما شاء الله خطف الوقت وفيه رقاد عير بحر راقد من الوقت عيل ما بمخر البارحة في السهر. اللحن كذي يا أبوه الله يحفظكم اللي هو هذا يخبركم عنه الصبح هذا الفقع على طريقة سوتي تشوفونه والله يا أبوكم لأنك ما تحل عليه شيء من زينة الله مدبحنا يحفظها من زواده. وهذا الله يحفظكم شوربة الزهرة هو قال فلور كنا ما رجع عاد حط فيها فلفل أسود ماشي شفتها لذيذة دوم يسويها ما شاء الله عليه باهس رقم واحد خدمته. أبوكم إنه لذيذ لذيذ واللي مخلينا عطنا لذة أكثر البصل والثوم شوي لاحجن حريج وهذا مهنهن شي تهنهن الفلفل الحمر المبروش مرشوش على وجهه مذرور عليه في الوجه مذرور ذر ومجهولبين شويونه يعني وغادي طعمه فنان بالأخص هذا حراق البصل والثوم يوم يدور تحت الضرس ويتخالط ويا طعم الفقع والله يا ابو ين قمه في اللذه ين طعمه انه يروح يطول العمر سبحانك يا رب اللهم دمها نعمه احفظها من الزوال يا رب العالمين. يا ستر يا كم هي شو نيم هذا وشو نيم ستوب تشيكن واتس صوص تيترو صوص جيب مي من لاس هذا ذا بيج وان يس Now this one. Stop it, chicken tetro sauce. Now what's inside here? Have is onion, garlic, and mushroom, and leeks, chopped leeks. Chopped leeks? Yeah, all chopped. Mushroom, onion, chopped. أيوة. والله هذا سمعت به الباحس هذا هو الباحس. سريع مال المطاعم. عسبتين مخلينا. ما تسوى شيء يشابه الثاني هذا الدياي وحاشنا بمشروم وبصل وثوم وما ادري شو يعني وايد اشياء حاشنا هي والله شيء غريب عجيب وهذا اللي هو توه خدمه شوفوا هذا اخبركم عن علمه واخبره الحين روع رقم واحد الطبخة هلا خالد what the name for this one he said I don't know is this stuff food لا شيء شاب ما أدري شو قاله هاي تبغى تيجي تحيدونها okay you want rice more no thank you دواركا okay thank you and you want that food I don't know wait until I finish this maybe I will mean, this will not enough I will add some yeah because I want to give to somebody who somebody. she there she asked me what is kind of food I say it's only chicken baba ابو محمد السلام عليك وهقتنا يا ريال انا الحين في امريكا شوف شوف موصينا هذا اللي موصي عليه انت شوف دورنا شوف هالانواع كلها موجوده ما يبون الا هذا هذه اخر حبه اخر حبه نعم. حطها هني بس حطها هني يلا نتوكل يعني الحين انت يا توني 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 اصبر 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 قلص اصبر 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 مكانك اللي قلص الصبر اسمع 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 عادة مهر زقرب زقرب مهر الله يهديك زقرب يا ولد حلا وين فينا على السبوح سي هاي سي 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 خرف يا مكروه ليلك يا حريرك يا تو شيت عاد اول لاين يزهر ها من اول البيت لين اخره وحب تدو عاد باللاين الطرف العكسي شغله متعبه ومرهقه ابدا مش شيء بسيط انك تسوي هالانجاز هذا شيء متعب زياده على اللزوم واللي اكثر متعب ملاحق توني اللي هنا رحين توني طعي ودرني
توني توني اصطلب اصطلب يا توني. زين يوم انت الحين تناهي شو خليك تربع وراي تناهي؟ قارب الله اي عقيمة. شوف البصرة ها ها ترتيب مال منو شي سوى شي ايش قاعد سوى البصرة هذه. بعد هناك ما كان شي يسوي ايه شوف انت خيبة بغي فوق راسي قرب اللاته اي مهر هب تفلعني يلا يلا ايه المنهتر انت روحك شيبه ايوه الحين صاب الهدف. شوف ايش قاعد يتعلمون ترتيب الحين كيف يسوون المشبل ايوه يمدون هكوي مره واحده هذا اظني ترتيب غير حفير ابغى حفير شو اسمك راشد هذا اظني قاصر ما بيجي كامل هذا قياس صغير ها هذا يوصل هذا يجي سيده بعدين انت شوف هذا هنا ما في سيده انزين ايش علي بنشوف ايوه انزين يلا ما في مشكله وحيد وحيد بين دون هذا الثاني لين اتجاه هذاك سر زقر زقر حريس 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 طباخ حريس هاي ربوي هذا ابو فهد حي صار ابوي الصناعيه وخدهن وخدهن الله يحفظكم على على كم خدتوهن حبيب هذا على كم خدته ترى حصلي على كم خدتهن بدراي ها 700 كم فلوس اثنين اشتري اي 310 درهم مستعمل ايوه مستعمل زين والله ها تعال هريس يلا هذا الحتات حتات الهنبه ها شيء من كم حبه طايحات ها. ها هذا ابوي يسوي يلا اشار اشار انت تعرف تسوي اشار ولا ما تعرف معلوم شي بلادك انت تمارا ملوك كدر انديا انديا ها انديا كلكتة كلكتة يعرفون يسوون أشار أيوة خلاص يلا لقط أبوي الحتات يسوي أشار يا ويلك أي شيء ها لا دوت كيس أبوي ترى الحتات لا بد منه إيه الحتات لا بد منه لا بد إنه شيء يطيح واحدة هنتين عشر عشرين ما مشكلة إذا يطيح كمية كبيرة في خلل فسبب حتات الهمبة الله يحفظكم البكتيريا في الجذور تحت البكتيريا في الجذور له علاج وله دواء انا اخذت منه امس وكل هو البكتيريا السقي سقي الجذور بالدواء مال البكتيريا في السنه ثلاث وديات كل سنه ثلاث وديات درام هذا ب 200 لتر ب 200 لتر ينحط فيه نص الدبه نص الدبه يعني الدب الوحده تكفي الله يحفظكم درامين ودبتين هذا ب 200 لتر هذا ها يوصل لين محزم الرجال هذا يوصل محزم الرجال دب من الدويات اللي حق البكتيريا وهذا الحين وقت الحر وقت الحر عاد الحين من تحمى الشمس تكثر البكتيريا في تحت في وين جدها العروق تكثر البكتيريا هذا شيء وايد ضروري يعني في السنة وديتين ثلاث وديات وديتين ما تزيد ضروري السقي العروق بطريقة بالمبيد الفطري اللي تحت اللي تكون تحت الشرى روحها
كيف؟ شيء فطري فوق يرش وشيء فطري سقي. نحن نحط من في الطرفين، نعطي سقي ونعطي رش. في فطري على الله يحفظكم، فطري مع حشري رش يندمج، تروم تدمجهن نوعين، تروم تحطهن في مكان واحد، تدمجهن في الدرام وترشبهن. فهذا وايد ضروري، بدل ما ترش اليوم شيء وباشر شيء، لا تحط ابوي اليوم شيء ونفس الشيء في نفس الوقت تحط المبيد الثاني. الحين برويها انا، تعال مهر. او مهر تعال واحد دقيقه براويك. كريه الجبس هناك، هناك فوق حطه. ايوه لا خلي هناك، فكنا من شرحينه خمس دقائق، خلنا نسجل العرب. شوف هذا واحد حق اثنين درام حق 400 لتر هذا، يعني نص وهذا النص. اي من تحط نص الدرام هذا، نص الدب هذه في الدرام، تخلطه زين ما زين، وبالدي كل شيره تسقيها واحد بالدي، كل واحد شيره دور ما دارها، كل هذا ملمبه، كله 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 شير الصغار حط لها شويه وشير الكبار على هذا. كم درام تريد؟ كافي؟ المهم انا جايب لك كامل هذا، وعندك ها. هذا كامل يعني واحد دم نص، نص هذا، هذا مبيد، هذا مبيد فطري، هذا تعطي نص داخل درام 200 لتر، وهذا نص حق درام 200 لتر تخلطه. هذا نقدر، هذا مبيد فطري وحشري من نوع اللي تقدر يتجانس مع بعض، ما بينفرم عن بعض. فطري وحشري هذا للرش خارج الزراعة فوق، كامل البيت تترش. هذا يسوي درامين حق 400 لتر، هذا اثنين درام بيسد البيت كامل. انزين بعد مرور 10 ايام نعطي بعد فطري وحشري، لكن شركة ثانية، وبعد النوع اللي يتجانس اللي هو هذا. ليش يتغير؟ ليش نغيره؟ ليش السبب نغيره؟ حسب الشيرة تاخذ مناعة، إذا تعودها على نوع معين من الرش تاخذ مناعة، عقب ما يضرها. هذا الله يحفظكم زين للحمضيات، للهنبة، للومي، ما تشوف الورق يوم يتقرفص، دودة الأنفاق، إذا في حشري ولا فطري خارجي كرش، فنعطي نحن هذا، والرش لي قبل هذا. فلذلك تكون في السيف سايد، هذا اليوم وهذا بعد اسبوعين، بعدين خلاص، بعدين بعد تنين شهر مرة ثانية تعيد التكرار هذا وعد التكرار هذا، يعني في السنة ترش مرتين أو ثلاث مرات فقط لا غير. وهذا مثل ما فهمتك، هذا هي نعم مبيد فطري سقي. أنا حين ليش، شو سبب أني أنا ما صورت لكم الأسامي، متعمد اني ما اصور الاسامي الادويه هاللي انا احطها، لان الله يحفظكم هاي عباره عن شركات، انا ادور الاحسن، انا ادور الاحسن واستعمله، غيري يدور شيء رخيص، غيري يدور الشيء العادي، انا لا ادور الشيء الفعال، وما اسوي شيء الا انا مقتنع. فلذلك طالت عماركم، حتى لو ما عندي اصابه لازم شيء وقائي، ما اتريا مثل بنادم والله لين يمتخرن روسه قال فاثرني ما صرت اغسل ضروسي او ما سويت لهم فل تشيك اب. لازم ابوي يسوي فل تشيك اب، انت تتريا لين تعثر وعقب تصير تطبب العمرك، لا لازم اول بادي ابوي الرش هذا دوري، كل ثلاث شهور كل شهرين ترش البيت رش وقائي اسمه، ما بتريا لين تجيني الافه وتخترب زراعتي عقب اسير اعالج. ايه لا يطيح الدرج علي، اي ها لا يطيح شيء علي، ما الله زين. وهذاك مثل ما شفتوا، شوفوا الامراض العوقيه مثل العوقي البنادم في بطنه عله داخليه وشيء عله خارجيه، العله الخارجيه اللي هي مثلا زلق في الويه، قرح، بثر، حبوب، احمرار، برص، يهد، اللي هو خارجي بين.
الباطني، الباطني كيف تعالجه؟ يعني بطني عورني حط فك بطني كريم من خاري ما يستوي. بطني عورني لازم شيء يدخل في الثم. في الزراعة كيف بتعطيها من ثمها؟ لازم في العروق. فهذا مثلا مبيد فطري سقي، وهذا نوعين، مبيد فطري رش ومبيد حشري رش. في أنواع يندمجن تقدر تخلطهم مع بعض. أنا أنا دمج شو سبته إني أسبب أفتك مرة مرتين، فبدال ما رش هذا في ودي وهذا ودي ثاني، لا أفتك على عمري، أفتك على عمري مصدع ودي أخلطهم باثنين التن وآم. أتمنى من الله أنكم افتهمتوا شو اللي أنا أقصده. نوع رش فطري وحشري يضرب الشيارة من فوق فترشها وتتعالج، فبدال ما ترش الفطري روحه والحشري روحه. لا، في أنواع ما تقدر تأخذ أنت إلا عن طريق مهندس زراعي، تأخذ فطري وحشري يتجانس مع بعض، مش مني والطريق شيء فطري وحشري لو تحطهم ما يمتزجن، ما يمتزجن يعني ما يتخالط. شرات الدهن والماء ما يتجانس، لازم شيء فوق وشيء تحت. شيء والأدوية شيء من هي يتجانس يعني يتخالط، شرات الماء والملح. فهمتوا؟ فهميه ولا أنا فهميه؟ يلا برايكم. أوف أنت يا مهر ما يكون فهميه، أنت فهميه ولا أنا فهميه؟ قول والله. يا ويلك، تعال حيني لس حق أرمس وياك. يلا عاد برايكم جماعة بنرمس. خلاص خلاص خلاص. إيه تحمل إيه. شوي شوي. لا تكسر الزراعة. يلا عاد حين الجميع الله يحفظكم. الجيم الجيم زراعة وترتيب وشرق وغرب وخلصنا والحمد لله. وحين سيرت الجيم وبرد وكان شيء خروف أو ولا سالف ولا قصة واقعي أو خيالي بنصوره ونبرد عليكم الرأي، بناخذ العلوم الأخبار كلها زين. يلا نجريكم التحية وإلى اللقاء في الجيم. Hi Khaled, it's Tasha from Thameen. We're the number one fragrance company in Selfridges. The Riviera is our best seller and you would love it. Bye! اليوم الجمعة الله يحفظكم شبه مش ممزور يعني وايد الأجهزة كلها فل، عليهن أوادم غير مش فل وايد. كان الجيم يكون كتف بالكتف والأوادم غير اليوم ما شاء الله زين، لكن ما بوايد ما بينطر من كثر الأوادم أو بيتفتق من كثر الأوادم أو ممزور أو حجياحات أو أو مدبوب لين عين، يعني ما بممزور. واليوم كان تمرين ريول ورغم تقريبا شبه خلص تمرين ريول، الناس تستصعبه غير أنا أشوفه أهون تمرين. وهذا ريال يتمرن ما شاء الله عليه رقم واحد. هذا من سجلت في الجمعة من 4 سنين، هو العام الأول دخل، لكن شبه يوميا أي الجمعة منصوري ريال خير وأخلاق وحبوب وفنان. بس المنصوري ترى صورتك يا ياسر رمست عنك. المهم هب تقول ما قلت لك تراني صورتك، لا تقول ما قلت تراني صورتك. الله يحفظك المراد. الأمور طيبة وهذا بعد شباب يعني عمرهم على 14 ومعزر عليهم من لا تخفون وما شاء الله متعن. وأشوفهم بعد مستمرين بيهم الأسبوعين ثلاثة ضامين والله. والكابتن داحتنهم دهاج، وهذا الكابتن اللي يمرنهم هذا. ها يا سأخبرهم أنك ما شاء الله متولي هي شخصيتين شباب صغار عمرهم على 14. الله يحفظه والله ما شاء الله عليهم. هي وأنك يعني ما شاء الله شاد حيلك وياهم. لكن تتوقع إيه هم فنانين هم يبون صح؟ هم مصابلين ما شاء الله. لكن بالتمرين زي تسوي زك الله خير كابتن. الله يحفظه. هذا الكابتن أردني نسيت والله شو اسمه. اسمه محمد. محمد اسمه إيه اسمه محمد. بعد خير والله أخلاقه طيبة وفنان وخلوق
بعد كابتن هو جديد يمكن احنا كم خمسة ست شهور ضامن التمرين. على فكرة أنا ترتيبي في الجيم في التسجيل رقم 3، ثالث شخص يسجل في الجيم، وحين الجيم أكثر عن 30 ألف آدمي فيه. صبر صبر أنا بعد بصبر. نعم مسعد يلا سوي اللي تبغى تسويه. خلص هذا ابو محمد، هذا ابو محمد زين كل واحد شو عندك يعني ليش اليوم شاد حيلك في الجيم ما شاء الله عليك ايه ايوه ثاني شغل الريول ما شاء الله عليك ايه الله يحفظك تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله عليك العافيه الله يحفظك تبارك الرحمن تخت بنت ما شاء الله عليك تدري بتكره التسجيل هل اساسي اريد اسجل اللي ما يبون يسجلون هم اللي يحب يسجلون كيف حالك؟ غير طب حالك عايبني انتظامك في التمرين لازم تنظم التمرين ما شاء الله عليك لازم اسبتي قادي اسبتي قادي فد بلا هذا هل ايش هالملغوث؟ صيدي اوكي حبيبي نزيد يعني لو حد يضربني بخوصة صحت من بار التعب شفتوا لي يقول كد عمر كد ليهد هذا أنا الحين كد عمري كد ليهد لك الحمد لله زين ومتمالك متماسك متمالك غلط أو بسير البيت خلص بعد يزانك يا ابوكم الزغنبوت يزانك شو ما شي وازن ما شي كالف انك يا ابوي لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما شي كالف تناقزن عروب ويهك ميزانك تحرى حرمه في الطلق لا اذا الا الله اقول لكم شي قصه اليوم ترى تحرم ما شي قصه شي قصه شي قصه واقعيه من الزمن الاولي فيها قصيد قصيدتين صغار كل وحدة ظني ثلاثة أبيات أربعة مشاكة بين زوج وزوجته من أيام الغوص وايد حلوة وخفيفة وبتعيبكم إن شاء الله ولها معاني ولها تراتيب قصة حلوة يعني وهاي من القصص الواقعية اللي مستوية في أم القيوين قصة هاي واقعية مستوية في أم القيوين السلام عليكم ها وين أنت يا سامان؟ مرة سلهيمة شو هذا هو؟ أحلى باتيسة ها؟ أحلى باتيسة باتيسة؟ أحلى باتيسة أحلى بثيثة؟ أيوة أحلى بثيثة شكرا سلم على هالرأس الخيمة شكرا أبوي هذا رايال أبوي جايب لنا دليفري مع ناس مطرش بثيثة اسمها أحلى بثيثة من أوصل الحين داخل بخبركم بصوركم إياها إن شاء الله توني عادي جاي من الجبل خصوص أبوي حق يفتشون وياي هذه بثيثة أحلى بثيثة اسمها أحلى بثيثة يعينا هذا من رأس الخيمة هذا اللي يعينا هذه بنيمونة هذه أظني نارين مكسرات في جنة زين وهذه إدارة أعماركم هذا أظني دبس وسمسم جنة أتوقع مكسرات مطير وهذه بثيثة مقير ما أعرف ليش ولكن من أنواع الصحة والبثيث المهم هذا هو كله هذا هو كله يعني من رأس الخيمة وعرضناكم إياه راعي ثواطنة يسوي مال بزنس منزلي كأنه ولا ما ده اسم يعني كرت ما ترى كذا وده هذا هو هذا يسد أبوي ها هذا أبوي ده كم هاي صورة ريال هب لك شم أظني هذا هوغن يسمونه مصورين هالعام والسنة بعد يوم شافوني هالنمون بعد صوروها وحطوا ويه عداله يتحروني أنا غار ولا أزعل أبوي أنا ما أزعل وزعوها في الجروبات في الانترنت أبوي أنا ما أزعل بالعكس على هالأساس إثبات إني ما أزعل حطيته في الحساب مالي في حسابي في سمونه في السناب أدب وخساس غاوي بلاها
بلا ريال، ريال طويل وعريض بشورب ودنيا ويه طولاني ما عليه. بخبركم والله فيها شبه مني كانت تبغون الصدق. اي والله هاي الصوره فيها شبه 100% ويه طولاني ولكشم بس قاص الشنب يكون ابيض. وحين الله بالمستعان بعد الفلور هاي المتابعين متعلمين علوم ثنة ما مره ما تسر من يشوفون عندي شيء ما يقولون والله من وين ماخذنا ولا يعني حط العنوان بناخذ تراني يوم يجيني شيء هديه النمون بهانس يعني شيء ما يذكر اللهم لك الحمد ما ياخذون حينهم روحهم لا والله خذ لنا وطرشه البيت يعني ها انتم صاحيل مدحب مينن خبايل كيف انا يعني باخذ لكم وبطرش لكم والله يا ابوك لو تنطر في خمرة راسكم وخله يلي ما اعرف ولا بين لا بين وبينهم صداقه ولا معرفه خذ لنا وطرشه بنطرش لك العنوان والله هذه قوات عين قوات ويه يعني بحياتي ما شفت هالنمونه شيء جديد بعد هذا المراد اليوم شيء قصه وايد حلوه وان شاء الله نهبت يوزلكم بنخبركم بها وبتعيبكم ان شاء الله قصه واقعيه مستوي في القيوي هاي هذا اللي حفظكم عشاي عباره عن نفس الشوربه الظهرانيه اللي زاد منها هي نفس اللي مالت الزهره لذيذ وحطيت فيها عاده شريح وفت داخلها افت داخل في الشوربه ويغلي لذيذ رقم واحد هاي القرشه اشبولها ممزوره ترى يا حينها ثم اربع حبات تتعبر لذيذ عاد الشريح ماشي شراته ويعيبني هلا ابو محمد معك محمد خالد من عرك السعوديه شوف اليوم امطار غزيره اللهم الدمار القصه يا الله يحفظكم قصيره وان شاء الله انها بتستفيدون منها القصه يا الله يحفظكم هذه مستويه في الوقت اللي خطف وقت مد الغوص وقت قبل ظهور النفط وقبل اكتشاف اللولو الصناعي او الزراعي على قولتهم المرادي على الله يبارك فيكم هذا هالقصه مستوي في ام القيوين ريال مد الغوص وتحيدون يوم يعبر الماء في الخشب الاول تيهم يبولهم ماء من الاماكن الجريبه يجيهم شيء يسمونه التشالة هاي يوردون ماء لهل بالخشب من يخف عنهم الماء يابوهم في التشالة ماء عذب ورووا هل بالخشب الريال هذا اللي جايب الوليد اللي جايب في التشالة الماء اسمه والتشالي على الله يحفظكم عبارة ييب الماء يبون الماء يروون الماء يسمون الطريقة التشالة اللي هي ييب الماء من البلاد الجريبة إلى الخشبة اللي فيها الغاصة مادين الغوص انزين حمد هذا عمره يمكن 16-17 سنة فريخ ويا عند الغاصة فوق المهم وهو يحملوا الماء بوالدي يسوقونه ولا يذبونه بهوز اللي هو عادة يفرقوا من تشاله لين الخشب فوق حق البحريه الريال اللي عليه المحك هذا الموضوع هذا يقول حق الوليد حمد يا حمد شحال فريجي وشحال البلاد اللي جيت منها قال له ابوي البلاد طيبه وبخير وسهاله وفريجك ابوي بشيرك انه ام يطري على فريجه ام يوم يطري فريجي يعني يطري بمعياله يطري هله قال له ابشرك البلاد طيبه وكل شيء زين ما زين الامور الحمد لله على ما تحيدها طيبه يا غير ابوي اصبحت اليوم فلان يطري اصبحت ام عيالك اليوم ما شاء الله حنا روايب التحرى بسره خصابه قادي لون الحنا في تشوف حريمك يني نونه هذاك عاد يطري لي شافه وهو صادق ما كذب في السلك الأولي عيب منقود قص خشوم الحرمة ما تحنى وريلها محد ما تحنى ليوم يوصل ريلها مد الغوص
رايلها مادة الغوص هي تتحنى مو لا تتحنى الحنة لمناسبة ومناسبته مش موجودة الرايل انت حق منو متحني هذا تم عاده تم الهايوس يودي ويجيب فيه ويلعب به تلعب به الهوايس وتلعب به الافكار قال فهرى من سرت انا عنك لعبتي لعايبك انتي وقف بارك الله فيكم وقت مد الغوص واستوى القفال وردت الغاصة وكل انسار بيت هله وهذا الرجل اللي بيرد بيته عند حرمته يوم يا ولنه ملتقاه الهاء والله انه بارد لا ترحيب ولا تفديات ولا همك الله ولا هم يحزنون لا كلمه عدله لا انا بظهري رحب بها مسير يومين مرحبا بك يا عيالي مرحبا بالخنينه مرحبا بالزينه مرحبا بالمبروكه مرحبا بخفيفه الدوره مرحبا بمنسوعه الطول يعد فيها القصيد ويتمثل ويتوصف لين يوصل عندها ويتنشق لي حتى تنشج من عقب ماد الغوص 4 شهور لازم بينينونه يغير يا ما لقاها بال انكرت الحرمه حطت غداء يوم حطت غداء قبل ما اخبركم شو اللي استوى ترى في العهد الاولي ما شي دخاتر وعلاج ابو علاج والوادم الاول يستعملون الحنه لكل عوق والاول من بد الامراض التي هاك الايام من ضمن الامراض التي ثوالين ويعتقدون الثالول يتشافى من الحنه فتتحنى الحرمه الاول يوم طروف اصبوعها يثوللن يظهر في ثوالين حنه اصبوعها وحنه اطراف ظفورها اولا الداري الثالول وثانيا اعتقادا منها الحريم الاوليات ان هذا في علاج للثالول وهو شيء طبيعي معتقد خاطئ لكن هذا اللي كان صاير المرأة حطت له الغداء حطت له الغداء ودارت على ينب هي انكرت تصرفات الرجال مش طبيعية تصرفات الرجال مش طبيعية حرمت كيف ما تعرف 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 حشو بطن شو دارت على ينب منكرتن يوم حطت له الغداء افتره على ينب وشاهدها قالها يا فلانة عندي لك قصيدة وعدلها القصيدة هاي الحينة بخبركم على بياتها قالوا لفانة فرخ بحار اسمه حمد لونه حسنة قايل شايف جيد وهيار مخضبا كفه بحنة يا مشخص الخزنة غدا وبار ويا دانة فيها خسرنا مشخص الخزنة مشخص المشخص هو المفتاح المفتاح هو الوحيد ما ينقال المفتاح اللي هو مفتاح الخزنة لا ينطلق عليه اسم مفتاح أبدا اسم المشخص سواء مشخص المشتخت مشخص التجوري مشخص الصندوق التجوري خل عاده خير شر ما حد عنده تجوري منو عنده صناديق تجوري حين كنت تجوري كبر الحجرة يمزرها بمجوهرات الأول التجوري هالكبير مشتخته يعني هذاك من هذاك اللي عنده صندوق ذراع في ذراع وكان بيحطون فيه بروة ولا يحطون فيه كواشي ولا شغاب ولا أيا كان يعني ولا شيء قلم من ذل وكل مفتاح مثل ما قلت لكم ينطلق عليه اسم مفتاح إلا مفتاح المشتخته والخزنة والتجوري يقال عنه مشخص الاسم مفتاح ما ينطلق عليه اسمه مشخص قال يا مشخص الخزنة غدا وبار ويا دانة فيها خسرنا الأول أزام طبق تيار واليوم في ربع الثمن استذهنت هي استذهنت تريت لين تغدى ويابت له أبوية طويسة الغسول وصبت على يديه وغسل يديه وعين من الله خير وتسند على يمب افترت عاده ترى في السنين الأولية يعني يكاد أن يكون 98% من شعب الإمارات كلهم يعدون القصيد كلهم الذكور إناث اللي ما يعد يحفظ اللي ما يحفظ
يعشق ويحب القصيد. فمن النوادر تلقى ذكر أو أنثى مبشاعر في دولة الإمارات. تدلت الأول شونقي معدق ومزين في المحلب وفي الياس وفي البضاعة، افترت أبويا وجبلت جي، والمهب يضرب في الشونقي، والمهب يضرب في شونقيها، وريحة الياس والمحلب تضرب في خمرة رأس الرجل. الرجل في شوق وفي وله، لكن إبليس داهنه وشاك في حرمة أم عياله، ما عطاها الكلام بلي، لكن عطاها يعني بقصيدة. لكن هي ردت عليها القصيدة، ردت عليها في القصيدة اللي حين بخبركم بعدها عليكم. قالت لمشخصك لا ولا بار ولا ناله كل من تمنى، ما تدربه تحت اللسد فار، ولا الهوامش ينسرن، والنجم لو يلمع في الأبحار بعيد عن خايب الظن، وهذا علينا كسر اعتبار ولين الغيامه مزعلنا. شوفوا ما ردت لتخوصرت له، عندك وفيك وما يخطيك، وانا وهاي تمك وهاي يدك وهاي خالك. ردت عليه بيتين من القصيد، لكن غسلت شراعه غسال، فهمته اروته ان الله حق، وكيف القايل قايله. العبره على الله يحفظكم في القصه هذه، العبرة إن الإنسان ما يتسرع في الحكم وما يستعيل، واستوى ترى بينهم خلاص، أول بادي شرف وعقب خلاص انفصال طلاق. إلا الشرف، إلا إنك أنت تشك في أم عيالك، في حرمك، في الشوفات، هاي الأشياء خطوط حمراء ما في وراها أي نقاش. إلا الشرف، ما حد يكسر اعتبار الحرمة، كسر اعتبار هذا كسر الشك في الحرمة، هذا كسر اعتبار. يعني رضوة الحرمة من عقب كسر اعتبارها شيء وايد كبير، مش شيء بسيط. تقدر كل حرمة تسامح في كل شيء إلا كسر الاعتبار، إنك تشك في شرفها وفي ولائها. هي نعم أبو عيالها عريلها، هو اللي يشك فيها، هذا كسر اعتبار، يعني شيء جريمة. من النوادر حرمة تغفر الرجلها شك في أخلاقها، فلذلك سوى الانفصال بينهم بثلينة. حاول ركض بيديه وريوله، ود خاله عمه يد ما شيء مجال أبدا لين سوى الانفصال. فلذلك من الضروري أنك أنت يا الإنسان قبل ما تتخذ القرار، ما عليك من رمسة زيد وعبيد، ولا عليك من رمسة تليفون ولا مسج ولا لازم ما تتخذ قرار إلا حاط في بالك الخطأ وارد، وقل الفهم وارد، وقل العرف وارد، وقل التركيز وارد، خاصة في هالأيام أكثرت الرسائل وكثرت المغرضين وكثروا الهلب القالوي. فما ينفع الصوت من عقب ما يفوت الفوت، ومن ينشب الماء كل شيء ينلقط إلا الماء. والعلاقة بين الرجل والحرمة هي الشرف وكسر الاعتبار. هذا إذا الرجل شك في حرمته، أو أنه جعل الشيطان بينه وبين حرمته، هذا قسل يكمنه الريال. الريال اللي يشك بحرمته هذا مرمى بريال، لأنك أنت ماخذ بنت ناس وعرب وقبائل ما تقدر تشك فيها ولا تحط ولا واحد بالمية. دامك انت رجال وتعرف الحرمة من الحريمة وما اخذت هالحرمة بنت رجال، فلذلك منقود عليك انك انت تحط فيها درب الخنا وتتهمها في شرفها. وتصبحون على خير. نعم تصبحون على خير، انها الحقيقة، والساعة حين وحده ثلث. بس عليكم تصبحون على خير.